خليني أخدك ونروح على توجيه مباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيه؟ بتقديم كل سبل الدعم الممكنة لأهالينا، أهالينا، إخواتنا، أصدقائنا، حبايبنا في السودان، علشان يتجاوزوا تداعيات أزمة السيول، واللي للأسف وربنا يا رب يعني يخرجهم من هذه الأزمة على كل خير. اجتاحت عدد من المناطق وطبعا تسببت في أضرار بالغة الأثر. أجهزة الدولة بدأت بالفعل بتسيير جسر بري بيحتوي على مواد غذائية وأدوية وقوافل إنسانية وطبية لأهالينا دول، إخواتنا بتوع السودان دول حاجة تانية خالص. ده بجد أنا واحد من الناس ليا أصحاب سودانيين كتير من أيام ما كنت في المدرسة والجامعة، كويس، وحتى هذه اللحظة بطبيعة الحال الجسر لازال متواصل، مش علشان أي حاجة، علشان مصر والسودان هم شعب واحد، احنا منهم وهم مننا. شوفوا التقرير. علاقات ممتدة على مر التاريخ تستمد قوتها من إرث تاريخي وحضاري يجمع بين البلدين وشعبيهما مصر والسودان. تظل العلاقات المصرية السودانية لها طبيعة خاصة، يظهر ذلك بوضوح في مشاهد عدة، آخرها المحنة التي تعرض لها السودان الشقيق جراء أزمة السيول التي اجتاحت عدداً من المناطق في جمهورية السودان. لتسارع مصر وبموجب توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق، وقامت أجهزة الدولة المصرية بتسيير جسر بري للأشقاء في جمهورية السودان. أكبر وأول قافلة مساعدات برية بعدد 90 شاحنة. ترحيب شعبي ورسمي سوداني واسع النطاق عكسته وسائل الإعلام السودانية. حقيقة اليوم سعيدا وممتنا لإخواننا المصريين، وهم يقفون مع أخوانهم شعب السودان بلدهم الثاني، وليس كثيرا على أخواننا المصريين أشقائهم الكبار، أشقاء الدول العربية والدول الأفريقية الكبار، ليس غريبا عليهم هذا الدعم والوقوف مع السودان، ونبلغ يعني تشكراتنا عبرهم إلى الحكومة المصرية بقيادة السيد الزعيم العربي عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري. هذه اللحظات تتجلى فيها معنى الأخوة وأواصر الصداقة بين الشعوب، ونحن باسم اللجنة العليا وباسم الشعب السوداني وباسم رئيس الجمهورية نحن نشكر الشعب المصري الشقيق لأصل ما حصل اليوم، تفرج علينا وعلى مأساتنا، وهو معنا في كل محنة وفي كل كبيرة وصغيرة، وسنظل كذلك. نحن الآن كما تتحدث عن نفسها عن هذا الدعم الكبير، الدعم المعنوي وهذه المناصرة، ونتمنى أن تستمر هذه المناصرة الأخوية وتمتد هذه العلاقة إلى أن تشمل مشروعات استثمارية وتنموية كبرى. الأحزاب والحركات السياسية في السودان ثمنت دعم مصر المستمر لبلادها، واعتبرت حركة العدل والمساواة السودانية أن موقف مصر حكومة وشعباً لم يكن مستغرباً في شمال الوادي الذي يمثل جسر التواصل والإخاء بين الشعبين، وتأكيداً للمصير المشترك بين شعبينا. كما رحب الحزب الاتحادي الديمقراطي المجلس القيادي بمجهودات مصر في دعم أشقائها في السودان، معتبراً أن القافلة تعكس مشاعر المودة والمحبة التي يكنها الشعب المصري للشعب السوداني. مصر والسودان وعلاقات تزداد قوة يوما بعد يوم، هكذا يمكن وصف ما يجمع بين مصر والسودان على مختلف الأصعدة، مما يؤكد وحدة الصف والمصير لشعبي وادي النيل. سوداني مصري، مصري سوداني، أرضنا واحدة بيتك عنواني، أمنك أمني وبتفهمني، ضهري حاميك، ضهرك أولي.